السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي صف السادس إعدادي، إزيكم يا أولادنا؟ عاملين إيه؟ يا ترى طبعًا تكونوا بخير بإذن الله. طيب، النهاردة نحاول مع بعض يا أولادنا نحل النموذج الرابع في سلسلة حل نماذج كتاب الوزارة، يلا مع بعض نبدأ كده. النموذج الرابع هنا يا أولادنا بيتكلم فيه سؤال معتاد برضه، هو خريطة الوطن العربي اللي بيطلب فيها رقم واحد دولة، الدولة دي موجودة في جنوب الوطن العربي هي دولة الصومال. رقم اتنين بيتكلم في الجبال والمشار اليها في السعودية، طبعا جبال الحجاز. تلاتة بيتكلم في المحيط اللي في جهة الغرب، هو المحيط الاطلنطي. ثم بيأتي في قناة طبعا بيسهلها عليا اوي اسمها قناة السويس. خمسة بيطلب من المضيق اللي في الشرق خالص، هو مضيق هرمز. طيب هنا بيقول لي في الجمل اللي جايه دي طبعا كلها فيها خطا، هنشيل الخطا طبعا من تحت اللي تحت منه خطا ونحاول نجاوب عليه. بيقول هنا واحد، تسع حكومات الدول العربيه لتوطين، انا اشيل كلمه سكان الريف، سبع وتحل في النموذج الثاني وخليها سكان البدو. رقم اتنين بيتكلم معايا هنا العوامل الطبيعيه المؤثره في تشكيل او في توزيع سكان الوطن العربي تمثل في الصراعات والحروب والنقل. انا عايز عامل طبيعي، يبقى انا عندي موارد الميه والتربه القصبه، او ممكن اتكلم في المناخ او التضاريس. طيب رقم ثلاثة بيتكلم في الحشائش المعتدلة اللي اسمها الاستبس تزدهر في فصل، عايز اشيل الصيف يبقى انا بختارها طبعا مكانها الشتاء عشان سقوط الامطار. رقم اربعة تتمثل المشكلة السكانية في مصر في زيادة هنا بقى الموارد والسكان، لو عكستهم هنا تبقى بالنسبة لي مصر تمثل المشكلة فيها في زيادة السكان وقلة الموارد. نيجي للسؤال الثاني هنا يا أولادنا، بيتكلم عن اختر إجابة صحيحة من بين الأقواس وبنحطها مع الجملة بتاعتها. فرقم واحد بيتحول أعدادا كبيرة من البدو والرحال للعمل بهي نشاط إيه؟ حد يشوف الراعي طبعا، هم أصلا بيشتغلوا بحرفة الراعي، نشاط إيه؟ التعدين. رقم اتنين مضيق يصل بين الهندي والأحمر طبعا، هو مضيق باب المندب. رقم ثلاثة تقع جزر القمر، ده طبعا دائرة الاستواء، يبقى جنوب دائرة الاستواء مش شماله. رقم أربعة إقليم المناخ يقع جنوب البحر المتوسط، لازم نقرا السؤال لحد النهاية، لأن لو قلنا جنوب وسكتنا هيبقى جنوب، يبقى الإجابة هتبقى خاطئة. فنقولها تاني، يقع جنوب البحر المتوسط فيبقى الإقليم طبعا الصحراوي. رقم ب بيقول بما تفسر تعد السافانا حديقة حيوان طبيعية، أكيد طبعا سبق وشرحناها في سنة أولى طبعا لوجود حيوانات آكلة للعشب طبعا زي الفيل والزراف، وحيوانات آكلة للحوم زي الأسود والنمور. ثم بنقول بما تفسر أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية، طبعا هو ليه استراتيجيا؟ طبعا بسبب تحكمه في أربع ممرات مائية هامة، وبنحاول نذكرهم بالإضافة لإشرافه على ثلاث أزرع مائية وإطلاله على محيطين هامين. ثم يأتي للسؤال الثالث، بيقول اكتب المفهوم العلمي أو المصطلح. واحد منخفضات خضراء في وسط الصحراء يعيش فيها السكان، هتبقى بالنسبة لي الواحات، الله يفتح عليكم. ثم رقم اتنين الزيادة الناتجة عن الفرق بين معدل المواليد والوفيات، أيوة اسمها الزيادة الطبيعية مش النمو السكاني. ثم غابات تنمو في شمال الوطن العربي فوق منخفضات الجبال غزيرة الأمطار، هي الغابات المعتدلة. طيب رقم أربعة أودية كانت تملؤها مياه الأمطار في العصور القديمة ثم جفت، طبعا هي اسمها الأودية الجافة. السؤال ده حلو جدا اللي هو رقم ب، اقترح حلولا، عايز يعرف مدى فهمي للدرس لمشكلة نقص الموارد البشرية للسكان ببعض الدول العربية وكيفية تطبيق هذه الحلول في مصر. ازاي انا عندي مشكلة في ان السكان كتار جدا وازاي اقدر احلها زي مصر، اعمل ايه؟ أول حاجة مثلا أنا عندي رفع الكفاءة للكوادر البشرية، يعني أحاول أرفع نسبة التعليم، التدريب، العمالة، التصنيع عشان يكون عندي أيدي عمالة ذات خبرة. اتنين بنقول فتح مجال الاستثمار العربي أو الأجنبي داخل الأراضي المصرية لتشغيل العمالة العربية أو المصرية طبعا عشان أقلل من نسبة البطالة. رقم ثلاثة طبعا تشجيع الأيدي العاملة المصرية على الخبرة والاستفادة من الخبرات الإيه الأوروبية، وبكده أقدر أكون حليت المشكلة السكانية. بس خدوا بالكم طبعا أنا ممكن أعمل إيه، أنا ممكن أعمل توعية للسكان بضرورة التقليل من الزيادة الطبيعية، يعني أقلل نسبة المواليد بالوعي طبعا لأن المشكلة بتمثل خطورة على مصر. طيب نيجي بعد كده للسؤال في التاريخ الرابع، بيقول
اختر الإجابة الصحيحة في رقم ألف واحد. فتح عبد الله بن أبي السرحة بلاد في عهد عثمان بن عفان. طبعا هو عارف إن هو فتح بلدين، طبعا إفريقية والنوبة، فبنختار طبعا إفريقية. ثم أطلق على غزوة الأحزاب، هي غزوة الخندق طبعا اللي كانت سنة 5 هجريا. رقم 3، اتخذ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بداية للتقويم الهجري، هو سيدنا عمر بن الخطاب طبعا رضي الله عنه وأرضاه. سؤال رقم 4، تزوج علي بن أبي طالب من طبعا بنت الرسول طبعا السيدة فاطمة رضي الله عنها. طيب ما المقصود بكلمة خوارج؟ انا بقوله الخوارج دي هي فئة من جيش علي، مجموعة يعني من جيش علي خرجت عن سياسته بعد فشل التحكيم وتسببوا في قتل سيدنا علي ابن ابي طالب. ثم عندي كلمة غزوة، انا بقول هي معارك خاضها المسلمين بقيادة الرسول للدفاع عن الدين وحماية الدولة الاسلامية، بس كان فيها مين؟ شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي هنا يا أولادنا للسؤال الخامس، بيقول أمنت الفتوحات الإسلامية حدود الدولة غربا حتى إفريقيا وشرقا حتى بلاد فارس وجنوبا للنوبة وشمالا لأرمينية. في دول عبارة، واحد عايز حدد 4 من قارة الفتوحات ووضح أبرز انتصاراتهم. وإحنا بنقرأ السؤال بنفتكر سيدنا خالد بن الوليد، فطبعا ده هو أول طبعا فتوحات لأنها كان سنة 13 هجري في معركة اليرموك لما هزم الروم. رقم 2، بنختار طبعا سعد بن أبي وقاص لما سنة 15 هزم الفرس في القادسية. رقم 3، بنختار سيدنا النعمان بن مقرن، وكتير مننا بينسى اسم هذا، بنقول القائد العظيم اللي فتح طبعا بنقول بلاد فارس في معركة نهاوندا. ثم ممكن نختار بعد كده يا جماعة أي معارك أخرى زي مثلا معركة ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح طبعا، ودي طبعا القادة المسلمين. أو نختار عمرو بن العاص طبعا في فتح طبعا القدس أو بيت المقدس. ثم بيقول هنا، ما الآداب التي تتحلى بها المسلمون أثناء الفتوحات الإسلامية؟ طبعا هي عدم الإغارة ليلا كما أوصى بها أبو بكر الصديق، وعدم ترويع النساء والأطفال والشيوخ، وعدم حرق النخيل ولا قتل الأشجار، وعدم طبعا التعرض للرهبان في صوامعهم. ثم يأتي ما رأيك؟ أتمنى هنا يا أولادنا في كلمة ما رأيك ما تقولش طبعا أوافق أو لا أوافق، لابد من كتابة رأيك ولماذا؟ يعني ما رأيك في القول بأن الإسلام انتشر بحد السيف؟ الإجابة طبعا إيه؟ لا تعجبني، ولكن انتشر بالسلم والإقناع عن طريق طبعا الكلمة الطيبة، بنقول المعاملة الحسنة، الصدق، وطبعا عندنا أمثلة كتير جدا في المنهج ممكن نختار ونسترشد بيها. طيب ماذا يحدث إذا لو أنفق الأغنياء على الفقراء ودفعوا الزكاة؟ أكيد تسبب ذلك يا جماعة بنقول في تحقيق التكافل الإسلامي، وبنقول عدم انتشار الجرائم في المجتمع الإسلامي، وزالة المحبة والأخوة بين المجتمع الإسلامي كما حدث في عصر الرسول بين المهاجرين والأنصار. طيب رقم 2، انتشرت قيمة الصدق بين أبناء المجتمع الإسلامي. لو انتشرت قيمة الصدق طبعا يا جماعة بنقول أصبح مجتمعنا الإسلامي مجتمع طبعا متماسك ومتقدم مقارنة بالمجتمعات الغربية. نأتي للسؤال السادس والأخير، هو أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات الغير صحيحة مع التصويب. واحد، فتح عمرو بن العاص مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. الإجابة بالنسبة لي طبعا هتبقى صواب. اعترفت دولة الفرس بالمسيحية ديانة رسمية للبلاد. الإجابة عندي طبعا هتبقى بنقول خطأ ولا صواب. أي واحد يقول لي لا هي هتبقى خطأ لأنها شيل كلمة الفرس وخليها الروم، أو أشيل بالمسيحية وخليها الوثنية. ثم كان الحباب بن المنذر أول سفير في الإسلام. أي واحد يقول لك أيوة خطأ طبعا، بشيل الحباب خالص وبحط مكانها طبعا سيدنا مصعب ابن عمير. ثم رقم 4، كانت مدينة خيبر مركزا للمؤامرات والدسائس ومأوى لمثير الشغب ضد المسلمين. إجابة صح، وده كان سبب طبعا بنقول غزوتنا في غزوة خيبر. ثم نأتي في رقم ب، ما النتائج المترتبة على يا أولادنا استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة؟ أنا عارف الإجابة، نقول أدت إلى أشار عمر بن الخطاب على خليفة المسلمين أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم في صحف أو صحائف.
ثم الآخر معركة عندي إيه النتائج على معركة القادسية؟ طبعا انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وأقتل قائدهم اللي كان اسمه رستم. بالإضافة طبعا نجحنا في الدخول إلى مدينة المدائن عاصمة الفرس. بكده يا شبابنا بنكون خلصنا النموذج الرابع. طبعا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النموذج اللي بعده إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.